البشر، آمنوا به اليوم واحصلوا على الخلاص، آمنوا به اليوم وتعمدوا فتحصلون على الخلاص وعلى الحياة الثانية. ماذا صنع المسيح؟ أتانا بالرجاء، أتانا بالأمل. كان الإنسان يعيش تعيسا على هذه الأرض، يعلم أنه سيموت وسينتهي كل شيء، لكن المسيح فتح لنا أملا جديدا، أملا كبيرا، رجاء عظيما. إنها الحياة الثانية مع المسيح يسوع. قد يسأل بعض المؤمنين ويقولون: ترى أي نوع حياة سنعيش مع الله في ملكوت السماوات؟ نحن نعرف طبيعة الحياة على هذه الأرض، فنحن نملك البيوت ونملك السيارات والأموال ونأكل ما يطيب لنا ونتلذذ في ما وفر لنا على الأرض. ترى ما هي الحياة الثانية؟ هل سنصلي 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع أمام الله؟ هل يوجد نوم؟ ماذا ستكون حياتنا مع المسيح؟ وهنا يجيبنا الكتاب المقدس، ولكي نفهم ما قاله المسيح عن الحياة الثانية فإننا نقارن بين البيئة المائية والبيئة الهوائية كما عملنا في الميلاد. تذكرون السمكة التي تعيش في الماء؟ إن تحدثنا لها وقلنا لها: تعالي وانظري ماذا نملك على الأرض، هل ستصدقنا؟ الجواب لا، لأن عقلها صغير، لأنها الذي رأته في حياتها هو فقط ما موجود تحت الماء، فلا تعلم بطبيعة حياتنا على الأرض. وإن أخرجناها من طبيعتها ستموت، ولكن إن قارنا نحن الذين نعيش على الأرض حياتنا مع حياة السمكة، فما لم تراه السمكة في حياتها نملكه على الأرض، إنه حقيقة واقعة. بهذه الطريقة نقارن حياتنا على الأرض مع حياة الملكوت. نحن هنا نعرف ما تراه أعيننا، نحن نعرف ما تلمسه أيادينا وما تسمع به آذاننا، ولكن ما موجود في الملكوت شرحه لنا فادينا المسيح عندما قال: ما لم تراه عين وما لم تسمع به أذن هو ما أعده الله لكم في ملكوت السماوات. وقال أيضا: كنت أمينا على القليل
فسأقيمك على الكثير، هلما وادخل إلى فرح سيدك. ترى ما هو القليل؟ القليل هو الكتاب المقدس، الوزن التي تركها يسوع بين أيدينا. هل نحن أمناء عليها هنا؟ يسوع ترك الكنائس أمانة في أعناقنا، هل نحن أمناء عليها؟ فإن كنا أمناء فسيقيمنا على الكثير في الملكوت. وما هو الكثير؟ إننا لا نستطيع أن نصف الملكوت لأننا لم نراه، لكننا نثق بفادينا المسيح الذي قال: ما لم تراه أعينكم وما لم تسمع به آذانكم هو ما أعددته لكم في الملكوت. ونستطيع أن نلقي نظرة إلى السماء، ونستطيع أن نرى ملايين الملايين من الكواكب في كل مكان. هذا الكون الشاسع نستطيع أن نقرأ ما توصل إليه العلماء عن هذا الكون العجيب. ترى ماذا سيطلب منا الله أن نفعله هناك؟ حتما ويقينا وكما يقول الكتاب ستكون لنا أعمالا كثيرة لا نحلم بها. هذا هو فرح القيامة أيها الأحباء. وبهذه المناسبة ومن هذا المنبر المبارك، من هيكل كنيسة مار إغناطيوس الأنطاكي في مدينة بورتلاند أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية، في هذا البلد الذي نطبق به عاداتنا وتقاليدنا الرسولية، من هذه الهياكل المباركة ندعو إلى جميع العالم بنشر السلام والمحبة بين الناس. ونهنئكم جميعا بهذا العيد المبارك، ونقول: قام المسيح. قام. Christ is risen. Truly risen.